نظم نادي أدب قصر ثقافة سوهاج لقاء ثقافيا بمكتبة رفاعة الطهطاوي احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج بحضور أهالي سوهاج وعدد من المثقفين تقليدا لهذه الذكرى الكريمة وبمشاركة من فرقة الإشهاد الدينية العالمية التابعة لقصر ثقافة سوهاج. إليكم متابعة الزميلين خالد المشنب وساهر المنتصر. نظم نادي أدب قصر ثقافة سوهاج لقاء ثقافيا في مكتبة رفاعة الطهطاوي احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج بحضور أهالي سوهاج وعدد من المثقفين المعنيين تخليدا لهذه الذكرى الكريمة ومشاركة من فرقة الإنشاد الديني العالمية التابعة لقصر ثقافة سوهاج لإحياء هذه الليلة الكريمة بقيادة الميسترو خالد حجو وإدارة الفرقة أستاذ محمد صلاح وتحت رعاية أستاذ أحمد فتحي مدير الإدارة الفنية وإشراف مدير القصر أستاذ أحمد صابر. وألقى الشاعر محمد فاروق رئيس مجلس إدارة النادي بيوتا شعرية تخص المناسبة وتابع ترحيبا بالشعراء والحضور، ثم بدأ كل من الشعراء الحاضرين بإلقاء البيوت الشعرية التي تخص المناسبة. وقدمت فرقة الإنشاد الديني التابعة لقصر الثقافة فقرات الإنشاد الديني. اليوم نادي أدب سوهاج يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج. طبعا ذكرى الإسراء والمعراج تحل علينا ونحن نساند وندعم القضية الفلسطينية. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو أسير كما نعلم جميعا، لكن الشعوب العربية كلها في يد وبيد واحدة تدعم هذه القضية. نسأل الله أن تحل الذكرى القادمة إن شاء الله الإسراء والمعراج وقد حررت فلسطين وأصبحت غزة سالمة. نادي أدب سوهاج في هذا اليوم الذي احتفل به بهذه الذكرى انقسمت الاحتفالية إلى جزئين رئيسيين، حيث كان الأول الشعراء، بعض من شعراء سوهاج الكبار، الشاعر الكبير الأستاذ فرغلي الخبيري والشاعر الكبير محمد محمدين والشاعر الدكتور محمد عبادي وغيرهم أيضا من الشعراء أستاذ سميح أبو حسين وغيرهم من الشعراء الذين ربما نسيت بعضا من أسمائهم، شاركوا جميعا في هذا العرس النبوي الجميل احتفاء بهذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج. كما أكد محمد فاروق رئيس مجلس إدارة النادي: اعتدنا كل عام تنفيذ هذه الاحتفالية نظرا لأهمية هذه المناسبة الدينية لشرح المعجزات التي حدثت في هذه الليلة، كما أن هذه المناسبة لها ارتباطات بما يحدث الآن في فلسطين ودعما للقضية الفلسطينية. كان أيضا معنا في الجزء الثاني فرقة الإنشاد الديني التابعة لقصر ثقافة سوهاج بقيادة المايسترو خالد حجو وتدريب الأستاذ محمد صلاح وإشراف ورعاية مدير قصر ثقافة سوهاج الأستاذ أحمد صابر والسيد مدير الإدارة الفنية الأستاذ أحمد فتحي. حقيقة كانت هذه الليلة بالفعل ليلة من الليالي التي تعد في صفحة نادي أدب سوهاج، حيث تم الجمع بين الشعراء أو بين الشعر والإنشاد الديني كما يقولون. من داخل فعاليات ورشة نادي الأدب بمكتبة رفاعة رفاعة الطهطاوي بمدينة سوهاج، ساهر المنتصر وتحياتي خادم مشنب لقناة طيبة.